السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أحلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. النهاردة أنا جايبة لكم وصفة تحفة هتقضي على مشكلة الهالات السوداء اللي بتقرض كتير من البنات وبتزعل شكل محيط العين عندها، بتخلي شكله غامق ومش حلو. أحيانا بيبقى فيه ناس طلع لها تجاعيد تحت العين وتبقى الجلد مترهل تحت بعضه، في ناس بتبقى عندها بعض الأمراض المزمنة من كتر ما هي ما بتاخد العلاج ومواظبة عليه، فبرضه بيعمل هالات سودا. في أصحاب أمراض معينة شفاهم رب العالمين بيبقى تعمل برضه هالات سودا، السهر الكتير بيعمل هالات سودا، عدم كفاية النوم، عدم شرب السوائل كتير او ميه كتير بتسبب هالات سودا، قلة وجود فيتامينات ومعادن بتسبب في وجود هالات سودا في الوجه، الى غير كل الاضرار اللي بتواجه الجلد بتسبب هالات سودا. فاحنا دلوقتي عندنا مشكلة في هالات سودا في وشنا، طيب حلها ايه؟ حلها معانا دلوقتي سهل وبسيط. بس قبل ما اقول الحل، ما تنسوش اللايك والاشتراك والمشاركة لكل اصحابكم وحبايبكم. يلا بينا نصلي على الرسول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا النهارده يا جماعه اول حاجه مفيده جدا للهالات السوداء، وهي عندنا الكوسه. شايفين ادي الكوسه، تمام اوكي. فهنا احنا عندنا هنا الكوسه مفيده قد ايه للبشره. الكوسه هنا بتحتوي على كميه كبيره من الميه، علشان كده هي بتعمل على ترطيب البشره وبتمنع جفافها وتجعلها ناعمه، وكمان بتحتوي على المعادن ومضادات الاكسده، وتحتوي على فيتامين A اللي بيساعد بشكل كبير وجميل جدا في المحافظه على الجلد، وكمان طبعا بتحتوي على فيتامين C اللي بيفتح المنطقه ديت بشكل هايل جدا. ففيتامين A مع فيتامين C يعني ميكس رهيب جدا لمحاربة التجاعيد. يعني الناس اللي تبقى عندها تجاعيد تحت العين، اول ما تحط الكوسة بالطريقة اللي هقول لكم عليها ديت هتظبط الدنيا جدا في محيط العين. اوكي، دوت بالنسبة للكوسة. تاني مكون عندي هو الخيار. الخيار ماشي، فالخيار هنا برضو ما شاء الله فيه برضو نسبة مية عالية، وكمان بيقلل من الانتفاخ. الناس اللي بيبقى عندها انتفاخات تحت العين بقى شكلها مش لطيف، ودوت بسبب وجود الكولاجين اللي بيحفز الكولاجين اللي موجود في الجلد الخيار، فبيهدي محيط العين وبيهدي الجلد جدا بشكل روعة، وبيديله بيخليه رطب يعني، وبينعم الجلد وبيضيع برضو الهالات السوداء ويقضي عليها بشكل حلو جدا. تالت حاجة البطاطا او البطاطس، تمام، البطاطا او البطاطس زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. فالبطاطا هنا او البطاطس جميلة جدا للهالات، بتقلل من وجود الهالات السوداء، كمان هي فيها فيتامين سي، وكمان بتظبط الكولاجين الموجود في البشرة وتعيد بناؤه ان هو يقوم بدوره في البشرة، ويبقى شكل البشرة صحي ونقي ونضر، ويكون فيه حيوية لمحيط العين، لان الجلد اللي هو في محيط العين دوت رقيق جدا، فبيبقى عايز لطف في المعاملة. ما ينفعش اعمله اسكراب رايح جاي زي بقية الوش. حتى كل الماسكات اللي بتتعمل في الوش معظمها ما بتحطش تحت محيط العين، لان هي منطقة رقيقة جدا وبقى فيها الشعيرات الدموية، اقل حركة ممكن تكسر الشعيرات الدموية اللي موجودة في محيط العين. فانا كل اما اتعامل مع المنطقة ديت برقة ولطف بحصل على نتيجة هايلة ومحترمة جدا. فهقول لكم ازاي تقدروا اللي انتوا تغذوا المنطقة، نعالجها ونغذيها ونرطبها ونفتحها بشكل روعة، وكمان مش هنخلي بإذن الله في تجاعيد في محيط العين. تمام يا حبايبي، فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هقول لكم كل اللي علينا، اللي احنا هنجيب مبشرة، تمام، اللي هي بتاعت المطبخ العادية جدا، او مبشرة البصل بتاعت المطبخ العادية، اي مبشرة، بس انا ببشر على يمة ناعمة، يعني اتجاه ناعم يطلع لي المبشور ناعم، عشان انا عايزة العصارة او المية اللي بتبقى موجودة في الكوسة، تمام. فانا بمسك الكوسه كده زي ما انتم شايفين، وهبدا لها بشره كده، هبشر واجي لكم. اهو يا حبايبي انا عصرت الخيار على الكوسه على البطاطس،
من اليمن النعمه زي ما قلت لكم، وبدا اللي هو ما شاء الله بصوا طلع الميه بتاعته. عشان كده انا ما بحبش اضربه في الخلاط عشان هضطر احط ميه عشان يعني الخلاط يدور وكده، بس لما تعملوه بقى على مبشره هتلاقوا ايه النتيجه، ايه يعني طبيعيه بدون قطره ميه 100%. شايفين؟ والنشا كمان اللي موجوده في البطاطس ديت بتفتح واو يعني بطريقه هايله جدا المنطقه، وبرده بتحارب التجاعيد والهالات السوداء بشكل روعه بالنسبه للبطاطس. تمام اوكي. فانا الميه اللي انا شايفاها ديت كل عليا ان انا بحط الميه ديت في التلاجة تسقع على قد ما اقدر ان شاء الله، حتى احطها في يعني مثلا في الفريزر لحد ما احس كده ان هي سقوعيتها بقت تمام. وابدا ان انا اجيب منديل، عندي منديل ورق او المناديل بتاعت الميك اب العاديه، وابدا ان انا اقطعها بالشكل اللي انتم شايفينه كده اوكي، وابدا ان انا احطها في الميه دي تمام، وابدا ان انا احطها كده على محيط العين زي ما انتم شايفين. اسيبها قد ايه؟ اسيبها 15 دقيقه ربع ساعه لحد ما احس ان المنطقه دي جف يعني المنديل جف على عيني، والمنطقه بتاعت العين او محيط العين كلها لما احس ان هي ايه شربت السائل الرهيب دوت اللي هيفيدني جدا وهيعالج عندي المشكله بشكل ايه فعال ومدهش للغايه. تمام يا حبايبي. فانا بسيبه كده على تحت عينيا من 15 ل 20 دقيقه لحد ما احس ان هو جف كده وتمام. اعمله كام مره؟ بعمله مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل لحد ما اعالج، لان ما ينفعش ان اعمل حاجه مره وخلاص لا ولا نتيجه، لا يعني اللي هي الاستمراريه على طول بتلاقي ان شاء الله ايه نتيجه هتدهشك جدا. فانا هنا جمعت لك اكتر 3 خضروات بيعالجوا الهالات ومهمين جدا عشان يعززوا الكولاجين ويفتحوا ويعني وما يكونش فيه باذن الله تجاعيد ولا اي حاجه. الخطوه الثانيه اللي بعملها بعد المرحله ديت اللي انا بجيب مثلا حبه من النشا او الكورن فلاور زي ما انتم شايفين كده، وابدا ان انا احط عليهم جزء من السائل ده كده زي ما انتم شايفين. ده بقى بالنسبه بقى للسائل ده دلوقتي اقدر ان انا اطبقه على محيط العين كله، على عينيا كلها او على الوجه كله بشكل كامل. على فكره مش قادره اقول لكم تفتيح رهيب، نضاره بترطبي بشرتك بشكل يعني مدهش جدا، هيفرق معاكي ما شاء الله. شايفين بقى الخليط التحفه ده؟ هتبداوا بعد كده بقى، احنا خدنا دلوقتي ايه العصير اللي هو بتاع الطماطم، سوري بتاع البطاطس والكوسه والخيار، حطيناه على معلقه كبيره من النشا، وهبدا اللي انا احطه على محيط عينيا بعد ما اخلص الطريقه الاولى اللي انا حطيت بها المنديل تحت محيط العين. طبعا لازم يكون العصير من الاول ساقع ومتلج بالنسبه للمنديل اللي هو بيتحط. اوكي اهو يا بنات انا طبقت الخليط على ايدي تمام، حطيت جزء منه ما شاء الله ونشف. طبعا احنا بنحطه في محيط العين، تحطيه في محيط العين بس عادي، اما تحطيه على البشره كله. حطيتيه على البشره كله اضف فضل الله على تهيج البشره، بيهديها بيفتحها بشكل روعه جدا، مثلا كمان بيشد البشره، واحنا عارفين قد ايه برضو النشا ما شاء الله بتفتح بشكل ايه هايل في المكان دوت. يبقى احنا كده اول حاجه تاني اللي احنا ايه خدنا السائل بتاع مبشور البصل والكوسه والبطاطس وعملنا وسقعناه وخدنا منه بالمناديل وحطينا تحت عينينا. بعد كده خدنا جزء من السائل حطينا عليه معلقه كبيره من الكورن فلاور وبدانا اللي احنا او النشا وبدانا اللي احنا نوزعه على بشرتنا. بنسيبه قد ايه؟ بنسيبه لحد ما ينشف، يعني بياخد 15 دقيقه زي ما انتم شايفين. وابدا ان انا اغسل وشي او اغسل مكان محيط العين، بلاقي نتيجه ما شاء الله لا قوه الا بالله، حاجه روعه جدا وتحفه. طيب خلاص انا شلت الماسك من تحت عيني، اعمل ايه؟ هعمل بقى الخطوه الاخيره واللي انا هعمل ايه. عارفين انتوا بقى لما تبقوا مثلا عندكم زرعه ومثلا الزرعه دي اصفرت وكده، ابدا ان انا اشربها تاني تقوم بقى يبقى فيها نضاره وخضار وتبقى جميله، او بالظبط هو محيط العين كده. هبدا اخد كبسوله من فيتامين اي او فيتامين ه، وابدا دوت بصي دي بتبقى كبسوله رخويه من جوه، ببدا اللي انا اقصها واطلع الزيت اللي فيها واحطه في محيط عينيا. انا كده برمم الجلد، بعيد بناء الكولاجين فيه، بيبقى خلي فيه نضاره، بخليه شكله تحفه جدا. تمام ادي الماسك اهو نشف على ايدي، انا هغسل ايدي برضو عشان اوريكم النتيجه.
فرق الايد من الايد ديت بفضل الله. بس انا يعني بقول لكم بعد ما بنخلص بنحط كمان ايه فيتامين اي، وروعة جدا للبشرة كلها كمان، مش شرط محيط العين بس، فيتامين اي دوت رهيب للبشرة. لان هو بيدي للبشرة برضو نضارة، بيدي لها حيوية، بيقلل من ظهور التجاعيد وبيقي منها اصلا، وكمان بيقي من المواد الضارة اللي بتؤدي الى تلف الجلد، وكمان بيعالج الالتهابات وبيفتح البشرة بشكل جميل وروعة جدا. تمام يا حبايبي، هغسل ايدي واجيلكم اوريكم النتيجة بتاعة الخليط النشا اللي انا كنت عاملاه، والكورن النشا بالخيار بالبطاطس بعصير البطاطس والكوسة والخيار. تمام اوكي، معلش كل شيء اتلخبط معاكم النهارده. اهو يا بنات شايفين ايديا بعد ما حطيت البتاع دوت، الماسك اللي انا حطيته ده دلوقتي اللي هو عبارة عن نشا. تمام ادي حطيته اهو، فانت لما بتحطيه في شايفين النقاء اللي عامله في البشرة، ما شاء الله حاجة تحفة جدا. تمام خلاص يا بنات، اهو ادي الايد اللي انا اصلا ما عملتش فيها اهي، اهي اهي الايد التانية اهي، ما شاء الله فرق واضح طبعا اهو. اوكي فاحنا بقى ايه ان شاء الله نستخدمه. ما شاء الله الماسك الاخير اللي انا عملته بالنشا برضك دوت بتعمليه بعد المره الاولانيه. طب المبشور دوت ارميه يعني ولا اعمل فيه ايه؟ لا عادي، ممكن تحطي عليه حبه سكر وعصره ليمونه وتعملي سكراب هايل جدا بيه للبشره، بيبقى تحفه جدا ويخلي البشره نضره وجميل يعني، مترموش تحطيه في الثلاجه كده ويوم تعملي بيه سكراب رهيب جدا للبشره. تمام اوكي، يا رب يكون الفيديو لو عجبكم اعملوا لي لايك، وما تنسوش الكومنتات الحلوه عشان انا بقراها كلها، وجربوا الماسك وقولوا لي النتيجه في الكومنتات، واي حاجه تحبوا تشوفوها تقولوا لي عليها، وان شاء الله ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه لو الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.